رح ننتقل سويا مشاهدينا إلى اتصال هاتفي مباشر مع دائرة الأرصاد الجوية لنتعرف على الأحوال الجوية، كيف رح تكون اليوم، كيف رح تكون الأيام المقبلة، كيف عطلة نهاية الأسبوع بدنا نقضيها. فمنصبح على الأستاذ خالد السلامين من دائرة الأرصاد الجوية. ويمكن إحنا هيك امبارح واليوم في أجواء نوعا ما لطيفة، السماء صافية، حالة الطقس درجات الحرارة بارتفاع. هل هاي هي الهدوء ما يسبق العاصفة؟ خلاص ما في منخفضات ولا ممكن يكون في يعني منخفضات قادمة؟ أستاذ خالد أكيد بنحب نعرف تفاصيل من خلال حضرتك. صباح الخير ويعطيك العافية. صباح النور. يعطيك العافية أخت إليك وصباح الخير لزميلتك شهد يا أهلا وسهلا فيك. واسمحوا لي أول شيء بالبداية أني أهني جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاد الميمون، وكل عام هو بألف خير وإن شاء الله ينهاد عليه بالصحة والسلامة وعلى جميع أفراد نسام الوطن. طبعا وبهني زميلتي شهد بإكمالها السنة في قافلة نسام التلفزيون الأردني. وبالنسبة للأجواء لهذا اليوم إن شاء الله خلينا نحكي يعني الأجواء ما زالت مستقرة بوجه عام لهذا اليوم. راح تكون لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة مائلة للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت. راح تظهر عندنا بعض الغيوم في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة. الرياح بتكون غربية مهددة. ترى في ساعات الليل بتتحول الأجواء بتتحول الأجواء إلى باردة بوجه عام. السماء راح تكون صافية. الرياح بتكون شمالية غربية خفيفة السرعة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى متوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة في بعض المناطق والمدن الرئيسية من المملكة، بداية مرتفعات الشرقية مدينة عمان 15 إلى 4، ومرتفعات الغربية من المملكة الغربية منها 14 إلى 3، والمرتفعات الشمالية من المملكة 11 إلى 3، مرتفعات الجنوبية الشرقية 14 إلى 2، مناطق البادية 18 إلى 4، ومناطق السهول 15 إلى 5. بالنسبة لمناطق الأغوار اللي راح تكون درجة حرارة عظمى 23 تنخفض أثناء الليل إلى 10 درجات مئوية. بالنسبة لخليج عقبة كما شاهدنا من خلال تقريركم لهذا اليوم كانت الأجواء مشمسة ومائلة للدفء. في ساعات الليل متوقعين تكون الأجواء باردة والسماء صافية. الرياح بتكون شمالية مهددة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. متوقعين درجة حرارة عظمى لهذا اليوم في مدينة عقبة 23 درجة مئوية تنخفض أثناء الليل إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للحالة الجوية اليوم غد واللي هو نهار الجمعة راح تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق مائلة للدفء في الأغوار والعقبة، وراح تغطي سماء المملكة كميات من غيوم على ارتفاعات عالية. طبعا الرياح راح تكون شمالية غربية مهددة السرعة. متوقعين درجة الحرارة العظمى اليوم غد في مدينة عمان 15 درجة مئوية إن شاء الله. نعم بدنا نشكرك أستاذ خالد السلامين من دائرة الأرصاد الجوية. تحياتنا لكل طاقم دائرة الأرصاد الجوية أكيد، ودائما وأبدا بنحب ناخذ كل تفاصيل بشكل يومي من خلالك.